يواصل نادي تيرت لكرة السلة تدريباته اليومية بقاعة الرياضات الأحسن إزيات بمدينة تيرت استعدادا لانطلاق بطولة القسم الوطني الثالث رابطة وهران لكرة السلة، حيث دخل أشبال المدرب حميد ميهو في فترة متقدمة من التحضيرات، وكان الموعد أمسية الأربعاء مع إجراء الحصة ما قبل الأخيرة قبل مواجهة نادي أفاق مستغانم هذا الجمعة بقاعة تحسن إزيات ابتداء من الساعة 3 وبرسم أول جولة من بطولة القسم الوطني الثالث رابطة وهران لكرة السلة. نادي تيارت نشط أول لقاء رسمي له هذا الموسم، وكان ذلك الأسبوع الماضي في منافسة كأس الجمهورية أمام نادي منارة تتنس. المقابلة احتضنتها قاعة ناصري بشلف وانتهت لأبناء المنارة بنتيجة 61 مقابل 51، مقابلة اعتبرها الطاقم الفني بقيادة المدرب حميد مهوب مفيدة للاعبين من جانب البدني قبل انطلاق البطولة. التحضيرات هنا التمرين البدني في لا بيريود دو كومبيتيسيون تاع المنافسات، التمرين هنايا لي بلانيفي على حساب الماتش اللي فات، الملاحظات تاع الماتش تاع التنس عندنا درنا ملاحظات في نقاط قوه وضعف، النقاط القوه نزيدو نطوروهم والضعف نصحوه، كاين اخطاء صرات في المقابله وهذه هي مقابله، كل اسبوع التمرين يكون حسب المقابله اللي لعبناها الاسبوع الماضي. احنا كانت عندنا الفرصه مقابله واحده تاع كاس، تسمى نعتبرها مقابله تحضيريه. قام استغالم فريق قوي لعب ضيع الصعود العام اللي فات، كان من الفرق القويه اللي لعبت البلاي اوف للصعود القسم الثاني، هو مرشح الموسم هذا، وانا نحب نلعب ضد الفرق القويه. كنت لعب ضد فريق قوي، تعرف المقياس تاع وراك نيفو في المنافسات. تعداد هذا الموسم لا يختلف كثيرا عن الموسم المنصرم، حيث حافظ الفريق على جل اللاعبين وتم تدعيمهم بثلاثة أسماء، يتعلق الأمر ببن شعة بوشنتوف بالإضافة إلى الحاج قدور، وسيكون الفريق محروما من خدمات ثلاث لاعبين أساسيين، ويتعلق الأمر ببوزيان سليم بن عودة دلال ومحمدي بسبب ارتباطات مع العمل ومع الدراسة. ان شاء الله ماذا بيا باش نلحق على لا سيزون، بون ما كتبش الله، بغيت او موان نلحق على صادير لا فاز دو روتور، ما كتبش الله، مي مازالني حاضر معاكم كيما يقول لك نفسيا معنويا باللي نطيقو نديروها. هو ان شاء الله فا فير لو بوسيبل تاعنا، هو لو بروبليم ديجا نورمالمون هذا تاع مستغانم ديجا كان بارمي لي برومي العام اللي فات، حنا فا ايسي غادي تكون تجربه معلي من بداية الموسم، غادي تكون تجربة لنا مليحة باش نعرفوا رواحنا ورانا كوتي نيفو. موسم رياضي ينتظره عشاق الكرة البرتغالية بمدينة تيرت على أمل تحقيق البقاء وفتح أبواب النادي للممارسة وتطوير هذه الرياضة بعاصمة الرستميين.